بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالبي اتش بي اكو طريقتين أساسية نحصل من عدها على طباعة على الشاشة، اللي هي باستخدام الإيكو وباستخدام البرنت. الإيكو والبرنت اثنيناتهم مشابهات في عملية الطباعة على الشاشة، ولكن يوجد اختلاف بسيط. خلينا نشوف شنو الاختلاف بينهم. أول خطوة من خطوات الاختلاف بين الإيكو والبرنت أنه الإيكو ما تعيد قيمة، بينما البرنت شو تسوي؟ تعيد قيمة. إذن أقدر أستخدم هذه الخاصية في عملية إرجاع قيمة إلى متغير، فإذن أقدر أستخدم البرنت في عملية الإكسبريشن. بالإيكو أقدر أستخدم ملتي بارامتر، بينما بالبرنت أستخدم وان أرجيومنت، معلمة واحدة فقط. الإيكو هو أسرع من البرنت. هسه نجي للإيكو، نأخذ الأمثلة. الإيكو أقدر أستخدم بها أقواس أو أستخدمها بدون أقواس. إذا أجي بمن من ناحية التكست، شلون تعرض التكست؟ مو من الأمثلة تبين شلون تعرض الإيكو التكست على السكرين. أتبع منا قلنا التكست عادي PHP is one، هذا التكست عادي double quotation. أول مرة استخدمت باستخدام تاغات ال HTML. الطريقة الثانية بدون ما أستخدم تاغات ال HTML، بعلي هنا عندي this double quotation فارزي double quotation فارزي double quotation فارزي، يعني متغيرات أو string، مجموعة من السترينج أجمع بياناتهم باستخدام الفارزة. This string was made with multiple parameters. طبع هنا echo double quotation فارزة، حطينا string، string الأول، string الثاني، الثالث، الرابع، بياناتهم شنو؟ فارزة. والنهاية semicolon لكل echo، أكيد يعني هي جملة من جمل أكواد الـ PHP. هاي في عملية عرض التكست. أما في عملية عرض للمتغيرات، أول متغير learn PHP، المتغير الثاني string، المتغير الثالث integer، المتغير الرابع نوع integer. طبعا هنا أنا عندي استخدمت هذا التاج الخاص بال HTML، سويت عملية concatenation، هنا عملية الجمع، جمع ويا من؟ ويا هذا المتغير. قيمة هذا المتغير text1 learn PHP. الطريقة الثانية النص الأول سوينا concatenation ويا النص الثاني، استدي PHP at هذا string، والstring الثاني سوينا لعملية concatenation ويا من؟ ويا string اللي هو text2. يعني هذا string الأول سوينا concatenation ويا قيمة المتغير الثاني اللي هو نوع string، فانطاني استدي PHP at w3school.com. الإيكو الثالث انطاني النتيجة مال عملية الجمع للمتغيرين، متغير X والمتغير Y. هاي عملية عرض المتغيرات. نجي إلى البرنت ستيتمنت. قلنا بالبرنت ستيتمنت أقدر أستخدمها بأقواس وكذلك بدون أقواس. في عملية طباعة النص نفس الحالة، هناك استخدمنا تاغات الـ HTML، هنا نستخدم تاغات الـ HTML. نفس الحالة هنا نفس السترينج، تلاحظ نفس الأمور، هي مطبوعة نفس الكلام في عملية الإيكو وفي عملية البرنت بالنسبة للتكست. أما بالنسبة للمتغير نفس الكلام عندنا، طبعا هنا عملية سويت عملية concatenation، نفس الحالة استخدم تاغات الـ HTML مع قيمة المتغير السترينج الخاص بي، طبعا هنا إلي بهذا الشكل. أقدر أستخدم concatenation ويا المتغير الثاني ونفس الحالة ويا string، والمتغير الثاني طبعا اللي بهذا الشكل، وكذلك أقدر أسوي عملية جمع بين المتغيرات. هذا كل ما يخص محاضرتنا لهذا اليوم، أرجو أن تكون واضحة وسهلة. شكرا جزيلا لكم، ومنتظر منكم أي سؤال.